السلام عليكم أعزائي، أهلا وسهلا بكم في قناتي Art and Lifestyle. اليوم غادي نديرو مشروع اللي تكلمنا عليه في الفيديو السابق، يعني عملنا داك لوتوق في المول باش نشوفو آخر مستجدات الماركت. فغادي نشوفو واحد الموديل اللي كنا ديجا شفناه كيفاش غنعملوه. راه غنحتاجو هاد الصحون اللي كنستعملوهم في المناسبات، وغادي نجرب فيهم الصباغه باش نشوفو واش غادي تلصق فيهم ولا لا، لان بارفوا كناخدو دي بلا لي بارفوا ما كتلصقش فيهم الصباغه، دونك كيفو توجور تيستي. غادي نحتاج البني، السبراي بني، سبراي ذهبي، سبراي فضي، غادي نحتاج جلوغان يعني مسدس الشمع وأصابع الشمع، فرشاة اللي غنديرو بها اللصاق اللي كنستعملو باش نلصقو الجليتر. غنستعملو هاد لي بوبسيكل، ما عرفتش صراحة شنو كيقولو لهم بالعربية، هادو بحال اللي كيكونو في لاكلاص سليمين. غنستعملو الجليتر فضي، غنستعملو جليتر ذهبي وبني واسود. الوغ كيما شفتو في التصويره اللي دازت قبل، ان الموديل اللي شفنا في الغالري هو كله ذهبي وعنده واحد الترتيب ديال هذوك لي ساق المعين. انا غادي ندير اون انسبيراسيون، ما غاديش نديروه كوبي كولي، غادي نختار الوان هي هذه اللي انا وريتها لكم، وصحون مغيرين الاحجام ديالهم. الو غادي نحاول ندير البوزيسيونمون، شوف نجرب، غادي نبقى نغير حتى نلقى البوزيسيونمون اللي غادي يرضيني. فانا ما غاديش نكوبي هذاك نفس الترتيب اللي عاملين في الصوره، احنا غير غادي نتانسبيراو من هذاك، نستوحيو من داك لو موديل اللي كاين في لا غالري، وغنعملو البوزيسيونمون اللي غادي يرضينا انا. غادي نكمل تلقى البوزيسيونمون اللي غادي يعجبني وغادي نعتمدو، من بعد غندوز لتاب سيفونت. الوغ من بعد ما حطيت في راسي لابوزيسيون اللي غادي نخلي فيها هادوك الصحون، غادي دابا ناخد مسدس الشمع وغادي نبدا نرسم فيهم بهذاك المسدس واحد الاشكال. غادي نحاول ندير دي بير، ندير يعني كل صحنين غادي نديرهم فيهم رسم معين. رسم مثلا الصحن الاول غادي ندير فيه الخطوط غاديين مستقيمين، غير غادي نديرهم يعني غنقسم الصحن على جوج، من بعد على أربعة، من بعد على ثمانية، من بعد على 16، من بعد على 32. المهم غادي نقسمو كما غادي تشوفوا، ومن بعد غادي ندوز للصحن الثاني وغادي نستمر. بعد غناخد صحن بحجم رقم ثاني لاخر وغادي ندير فيه رسمه اخرى، مي غنحاول نديرها متدرجه. ولا غادي نستمر، غادي تشوفوا معايا باش ما نديرهمش كلهم نفس الشكل، اولا نخليوهم حسبيين، نخليوهم بلين يعني without بلا اي ديزاين. دونك غادي نستمر، مي ما غاديش نطول عليكم، غادي نحاول نسرع الفيديو باش ما يجيكمش الفيديو طويل. دونك شاهدوا معايا المراحل ونتلاقاو من بعد. Thank you.
فوالا هما دي كملتهم. الوغ كيما غادي تشوفوا لي موديل شي شويه مغايرين، ماشي نفس الرسمه. كاين اللي حاولت نعملهم مدرجين، كاين اللي عملتهم غاديين سامبل، وحاولت نعمل لهم ديك البريده الوسط باش يعطيهم ان افي ديال بحال شي ستار بحال سولي، يعني باش نبدلو شي شويه الديزاين. الوغ دابا غادي نبدا المرحله ديال الصباغه، غادي نديرهم جوج جوج كما قلنا، غنحاولوا نديروهم جوج ديال لي بير، غنحاولوا نمشيوهم بدي بير. الوغ هادوك اللي في الجولد ما غاديش نصبغهم كاملين لان ديجا فيهم واحد اللون زوين، دونك غادي نستغلو. الوغ غادي نبدا دابا بهاد السطح الاصفر، غادي نبدا بالجولد شايني جولد الذهبي اللامع اللي عندي انا في الرداد الذهبي. غادي نصبغ بطريقه عاديه، ما غندير حتى حركه نورمال، غنصبغ عادي من الجوانب من كل المناطق. الا بان لكم من بعد ما تصبغوه بان لكم انه كاين ان غوفلي، يعني لا كوش ما كانتش سوفيزونت، ممكن لكم تعاودوا ديروا زعما اون اوتر كوش. غادي نصبغ الصحن الثاني حتى هو، لان قلنا غادي نمشيوهم جوج بجوج ازواج، دونك غادي نصبغ الصحن الثاني بنفس الطريقه كما قلنا. نحاولوا ندورو على الجوانب كاملين لانه غادي يكونوا معلقين، فخصنا يكونوا لي بور من الجناب هما مصبوغين. وغادي نهزوهم المنطقه اللي يكون عندنا فيها الا بغينا نسرعوا انهم يشوفوا لنا، نحطوهم شي بلاصه فيها لير ولا فيها الشمس باش يشوفوا لنا بسرعه. الوغ دابا غادي ندوز للصباغه ديال الزوج اللي من بعده، غادي نستعمل البني. الوغ هذا البني انا اخترت فيه، غنديروا فيه وحده صغيره اولا كما تشوفوا معايا، غيرت رايي. وغادي نبدا بالكبيره اللي فيها نفس الباترن بحال هذاك الجولد صغير، وغنصبغوه بالبني. الوغ هذا من بعد ما صبغته بان لي فيه لا رمارك اللي قلت لكم قبيله انه بقى لو غوفلي ديال لاكولوغ اللي من التحت، فاضطريت نعاود له الصباغه. مي كنصحكم مثلا اللي جيتو ديروا لا ميم شوز، ما تعاودوش تصبغوا، لانه مثلا بديتي كتصبغ وبان لك انه كاين لو غوفلي والصباغه باقا ماشي ناشفه، ما تعاودش تصبغ ديريكتومون لانه كيقدر يدير دي بول وكيقدر يتجمع في ان كوتي ويدير لكم بحال الدمعات، دونك ديكو غادي يخسر لك لو بلا وغادي تعاود من الاول لو تو، دونك غادي تخليه ينشف ومن بعد تعاود له الصباغه. دونك غادي نستمر صبغت لو دوزيام بلا المارون. الوغ كيما قلت درت واحد كبير واحد صغير باش نهرس هذاك لو ريتم. دونك دابا غندوز لو سويفون، غادي ناخد سبراي الفضي وكيما ديجا شرحنا غادي نصبغوه مزيان من جميع الجوانب بحيث ان اللون اللي هو عندنا في الاصل يتغطى. داكوغ الوغ حيت عندنا دوك لي لين يفو فيغ اتونسيون كو من بعد منين كتنشف الصباغة كيبقاو لينا تحت هادوك الملاقية ديال داك المسدد ديال الشمع مع لو بلا، الا ما كناش صابغين مزيان الجنبات ديال هذاك الرسمه اللي رسمنا، فغادي يبقاو لنا الاثار ديال الصباغه من تحت كتبان ديال لا كولور ديال الصحن الاصليه. ف يفو بيان فير اتونسيون تصبغ لا باز ويتصبغوا لي كوان ديال هادوك لي ليني كاع دوك الجنبات ديال لي ليني اللي حنا رسمناهم. مي حتى اذا بقاو يعني سي با ان ما غاديش يكون عيب، غادي يقدر يعطي ان غوفلي ديال بحال ان سولي بحال ان ديزاين فلاغ، ما كاينش اون ريغل. الوغ يقدر تجي كوم اون ديكوراسيون بحال ان غوفلي
اللي يقدر يزيد يزين لو ديكور، ماشي ضروري يعني سبيسيفيكمون يكون باين بحال اون ايغور. الوغ صبغنا دابا لي دو بير اللي كيما قلنا غادي كسرنا الريتم ودرنا وحده صغيره وحده كبيره، درنا لي دو ديال سيلفر. شفتو كيما قلت لكم قبيله بان ليا اون بارتي اللي ماشي هي نصبغها مزيان، كملت ديجا هذاك لو غران اللي صبغتو، عاد رجعت للاخر على ما تكون لا سيرفاس ديجا نشفات. داكوغ دابا تقريبا قربنا نكملو ليطاب ديال الصبيغ. كيما كتشوفو صبغنا ديجا البني وصبغنا السيلفر. هاد اللون الذهبي كنفكر انني نخليه، عجبني لان جا شي شويه ديفيرون على الذهبي اللي عندي انا، غادي شويه لو غوز، الاخر غادي شويه النحاسي. الوغ جيزيت باقي ما يعني ما قررتش، مي جو بونس كيما قلت لكم في الاول غادي نخليه، غادي نخليه وغادي نديرلو غير الجليتر، غادي نزوقو بالجليتر، غادي نرجعو ديفيرون غير بلي بايات. الوغ كون جو دي الجليتر سي لي بايات اللي هما داك اللامع اللي كنستعملوه، هذا داك الفق اللي كنستعملوه باش نلصقو لي بايات. الوغ الا بغيتوني نصاوب لكم كيفاش كنخفف اللصق، تقدروا تحطوا لي كومونتير تصاوب لكم ان فيديو، اون فيديو بلوتو اللي فيها كومون في هاد اللصق. الوغ ناخذ اون بروس اللي هي شويه راسها رقيق، وغادي ندوس على هادوك لي لين اللي رسمناهم بالشمع وحده بوحده، وغادي نديرهم سكسيسيفمون يعني بالتتابع، ماشي غادي ندهن كل شيء عاد نرش لي بايات، حيت الشمع كيزلق هذاك اللصاق. ف غادي نحاولوا نديروا وحده ولا جوج ولا ماكسيموم ثلاثه ونرشوا لي بايات عاد نكملوا لو غاست، لانه الا رسمنا كل شيء بلوتو درنا لو غلو على داك اللصاق على كل شيء عاد رجعنا درنا لي بايات، غادي يكون اللصاق ديجا نزل لينا على داك الشمع ونزل القعر ديال الصحن. الوغ درت انا ليكسبيريونس الاولى، بديت كان عملت في لي 4 بروميير لين ودرت لي بايات باش نشوف واش غادي يلصق. الوغ افيكتيفمون ما لصقش ليا كوم جو فو، سو من بعد وليت كنقلل كندير غير شاك دو لين بيان شاك 3 لين ماكسيموم. داكوغ الوغ هاد الصحن اللي فيه الذهبي اللي شويه غادي النحاسي، قررت انني نديرو لي بايات بالفضي اللامع. الوغ كنرشو على لي ليني اون كونسونطراسيون، كنركزو على لي ليني باش تجينا لا كولور بريونت فونسي، ولكن بما اننا كنخدمو وبغينا نبدلو الكونتراست ديال لا كولور ديال هذاك الذهبي، فغادي نرش حتى على لا باز ديال هذاك الصحن على لا سيرفاس. داكوغ غادي نكمل باش ما نطولش عليكم، غادي نكمل ونرجع لكم. الوغ هذه هي النتيجه النهائيه من بعد ما كملتهم كاملين. داكوغ هذاك البني درت له لي غليتر لي بايات دوغي، الذهبي اللي انا صبغتو بالذهبي درت له لو نوار كما كتشوفوا، وهذاك الذهبي اللي هو كان لون اصلي عندي في الصحن درت له لي بايات اون ارجنتي. داكوغ كما كتشوفوا حتى لا باز درتها شويه لماعه مي ماشي فونسي. الوغ هاد العيدان اللي كيستعملوهم في لاكلاس كيصاوبو بهم لاكلاس، هادو البوبسيكل فجنس ما عرفتش بصراحه شنو كيسميوهم في العربيه، عواد خشبيه الا بغيتو ولا ما عرفتش شنو كيسميوهم بالضبط، اسفه ما عرفتش. فغادي نستعملهم باش نغولي. الوغ هذا هو البوزيسيونمون اللي بغيت، كيما غتشوفوا غنخلي نفس البوزيسيونمون اللي انا درتو في الاول فالي هو اللي حطيت فيه دابا الصحون. داكوغ قبل ما نرجع لكم
رتبتهم في الترتيب اللي انا بغيتهم يكون فيه او فينال. دابا غنستعمل هذوك العيدان باش نلي لي بلا واحد مع الاخر، وغادي نبقى ندوز جوج بجوج باش ما نتلفش. غادي نقلب كل جوج ونالينيهم ونلاصقهم داكوغ، وغادي نكمل حتى نكمل لالينيومون ديال هذاك الرسمه كامله في البوزيسيونمون اللي انا بغيتها. الساق ديال الصحون كامله مع بعضياتهم، ودابا كما غتشوفوا غادي نحاول نحيد هذوك الخيوط كما درت في الاول ملي كنت كنرسم هذوك الخطوط اللي ديكورينا بهم. الوغ ملي كنلصقوا هذوك العواد الخشبيه كنبركوا عليهم شي شويه، كنحاولوا ما نطلقوهمش قبل ما نحسوا بهم بداو كيشدوا في راسهم، باش من بعد ما يتحلوش لينا ملي يكون الديكور ديجا واجد. الوغ اون فوا غادي نحس به صافي نشف يمكن لي نطلقو. دابا غادي نحيدو ديك الخويطات اللي كيطلقو لنا الشمع ملي كتحرك من صحن لصحن ولا من بوزيسيون بوزيسيون، بارفوا كتخرج لنا واحد الخيوط. الوغ هادوك الخيوط كنحاولو نزولوهم بيدنا ولا بحال هكا بأون بروس اللي شوية حريرشة، كنحيدوهم باش ما يبقاوش كيبانو بحال الشوائب لا في لا سيرفاس ولا اون اغيير، يبقى شي خيط هكا هابط مدلي اللي كيزعج المنظر العام. فغادي نزولوهم كاملين هذوك الخبيطات، نطفو كومبليتوم هذاك لاغيير ديال الديكور ديالنا، ومن بعد اون فوا غادي نطفو كامل مزيان غادي نقلبو وغادي نشوفو مع بعض كيفاش كتبان لينا لا ديكوراسيون فينال. غادي نستمر في التنظيف ودابا غادي نزول هاد المسدس الشمع لانه صافي انتهينا به. نزول الحاجات اللي حنا ما عندناش بهم الغرض باش نخويو لا سيرفاس باش يبان لكم الديكور مزيان. الوغ دابا غادي نقلبو فوالا لو ريزولتا فينال. غادي نشوفوه مع بعضياتنا، كاين واحد الخويط بقى كيدور دونك غادي نزولوه. فوالا هذا هو لو ريزولتا فينال ديال الديكور ديالنا. كيما كتشوفوه ما درناهش نفس البوزيسيونمون ديال لو موديل اللي شفناه في الـ في الـ في الـ في لو مول في الغالري. حنا غير انسبيرينا منه، استعملنا دي ماتيير 100% ريسيكلابل، صباغة نون توكسيك يعني مواد اللي كنحافظوا بها على البيئه. هاد الصحون تقدر تستعمل اي صحون كان عندك، درتي انيفيرسير، درتي اسبوع، واتيفر المناسبه اللي انت استعملتيه فيها، تقدر تغسيكلي هذاك الصحون اللي عندك وتخرج منهم ان ديكور
اللي هو تواتي به الصالون ديالك ولا ان كولوار ولا غرفة النوم. إذا كان عندك ألوان معينة في خاطرك تقدر تعملهم بهم. فوالا، دونك هذا هو لو ريزولتا فينال. دابا غادي نحاول نصوب له العلاقات. الوغ العلاقات تو سامبلومون كيمكننا نديروهم بالخيط او لا بهذاك. كاينين علاقات اللي كيتباعوا عند الدروغري كيكونوا واجدين، مي انا تقاداولي. فانا دابا غادي ندير لا سوليوشن السهله، هي ديك الصوفه اللي كنعملوا بها الخيط. غادي نقطع دو مورسو، غادي نلصقهم في دو بوزيسيون باش يمكن لي الا بغيت نعلقو جاي بالطول او لا نعلقو جاي بالعرض. فغادي ناخذ ان مورسو ديال هذاك الخيط كما غتشوفوا معايا، غادي نقطعو وغادي نلصقو بمسدس الشمع كما غادي تشوفوا. طريقه سهله وبسيطه، غادي نعلقوه بها غير هي. منين نجيو نلصقوه الوغ فوالا كيما هزيتو، دابا غنحاول نشوف الميل بحال اللي كيدير البناي يعني كيستعمل هذاك الميزان ديال الماء. الوغ غنهزو ونشوف منين انا هزيتو البوزيسيون اللي انا بغيت فيها يكون، باش نعرف فين غادي نلصق هذاك الخيط باش يجيني في ديك لا بوزيسيون اللي انا بغيتها. مثلا بغيتو اوريزونتال، الوغ بغيتو شويه مايل، فين خصني بالضبط نعلق نلصق هذاك الخيط. الوغ اون فوا ناخذ الميزان، عيني ميزاني فين بغيت يكون داك الخيط، غادي نجيو نلصقو. منين غنلصقو غادي نلصق لي دو كوتي، لي دو اكستريميتي يعني الاطراف الجانبيه، وغادي نحاول نغطي حتى النهايات ديال الخيط باش ما يتسلتش. داكوغ، غادي ندير الاول وغادي ندير ان دوزيام باش يمكن لي نعلقو من بوزيسيون فيرتيكال حتى هي البوزيسيون العموديه، وغادي نتلاقاو من بعد باش نشوفوه معلقه الحيط باش نشوفو النتيجه النهائيه ديال المشروع ديالنا كي طلعت. الوغ هادي هي النتيجه النهائيه. الحمد لله المشروع طلع ناجح، والديكوراسيون عطيه نظره رائعه بهداك اللامع اللي عملناه. فنتمنى يكون عجبكم الديكور ديال اليوم، وما تنسونيش بالاشتراك واللايكس والتعليقات اذا كان عندكم اي تساؤل. You already know. We